أعزائي مشاهدي البوابة نيوز، أهلا وسهلا بكم. احنا النهاردة موجودين في إحدى المؤتمرات المهمة التي تعنى بمكافحة الإيدز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، ومشرفنا منورنا الأستاذ الدكتور وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز بالقاهرة. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا على اهتمامكم وتغطيتكم للموضوع اليوم والحملة بإذن الله. لو سمحتك تكلمنا عن الحملة التي أطلقت اليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، حملة زي أي مرض، وتكلمنا عنها النهاردة وأهم هدف إيه يا فندم؟ حملة زي أي مرض هي حملة بتطلق لأول مرة في مصر، حملة توعية بتستهدف الشباب، تستهدف الوسائل الجديدة للتواصل المجتمعي من خلال السوشيال ميديا والشباب المؤثرين دلوقتي الموجودين، بتستهدف عدد كبير جدا من التدخلات وبتستمر فترة يعني غير محددة حتى الآن، بنستهدف بيها الوصول توصيل معلومات بسيطة ودقيقة لكل أفراد المجتمع يقدروا من خلالها يعرفوا إيه هو فيروس نقص المناعة البشري، إيه هي طرق العدوى، طرق الوقاية. لو أنا شاكك في أي معلومة ممكن أخذ معلومة أكثر عمقا أو متسع أكثر من خلال الخطوط الساخنة اللي هتكون متوفرة. في برضو نوع من أنواع الشات بوت اللي هيكون موجود، في نوع من أنواع حلقات التوصيل بمراكز المشورة والفحص الاختياري لو حد حابب ياخد معلومات فردية مباشرة من أحد المتخصصين من خلال وزارة الصحة والسكان. احنا عارفين يا فندم انه دايما مرض الايدز مختار لدى اذهان الكثيرين من العامة بانه مرض ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية الغير مشروعة. لو تكلمنا ستك عن يعني الاسباب التي تؤدي الى ذلك المرض وازالة هذه الفكرة لدى المصريين ولدى الجميع بصراحة، يعني ببساطة فيروس نقص المناعة البشري أو الإيدز هو مرض بينتقل من الأمراض، يعني تعريفه من الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وأيضا هو من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس. بيشترك مع ذلك عدد كبير جدا من الأمراض الأخرى بتنتقل عن طريق الدم، أما فيروس التهاب الكبدي بي الأمراض المنقولة عن طريق الجنس منها السيلان الزهري بعض أنواع البكتيريا الفطريات. مع ذلك أنه ليس مرض متفرد في طرق العدوى بتاعته، وكذلك هو ليس برضو متفرد في طرق الوقاية. ويمكن ده اللي بيفيدنا جدا في الحملة اللي بنعملها، أن احنا عايزين نقول للناس أنت وأنت بتحمي نفسك من الفيروس نقص المناعة البشري أنت أيضا بتحمي نفسك من حزمة متكاملة من الأمراض. عشان كده يمكن برنامج المتحدة المشترك ما بيستهدفش فقط الكلام عن الإيدز كمرض فقط، لكن بنتكلم على الحلقة كاملة من الرعاية الصحية والحصول على الويل بيينج، أو أن الناس كلها تكون صحيحة من جميع الاتجاهات، مش بس الصحة البدنية لكن كمان الصحة النفسية والصحة المجتمعية، القدرة على التفكير، القدرة على أن يكون فرد إيجابي من المجتمع من خلال اتباع وسائل الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحته. حتى لو شخص مصاب إزاي نقدر نوصله بسهولة وفي وقت مبكر بخدمات العلاج اللي بتوفرها وزارة الصحة والسكان مجانا وفي سرية لجميع المصابين. كيف تنظر الأمم المتحدة إلى مصر في مكافحتها لمرض الإيدز؟ ولو تكلمنا عن الأعداد التي نقدر نقول في مصر التي لديها مرض الإيدز أو تعافت منه كمان. مصر من أقل دول العالم في معدل انتشار منخفض، لكنها دولة من دول الرائدة عالميا وفي الإقليم وفي القارة في توفير المنظومة المتكاملة. مصر من أوائل الدول اللي وفرت العلاج مجانا من خلال ميزانية وزارة الصحة لجميع المواطنين، مراكز المشورة والفحص الاختياري موجود تقريبا في 27 محافظة، في عدد من الخطوط الساخنة سواء كانت خاصة بالوقاية والمعلومات البسيطة أو الأكثر عمقا الخاصة بالالتزام العلاجي، في نموذج رائد جدا للتعاون بين الجهات الحكومية ومسألة أكثر في وزارة الصحة والسكان، هيئات الأمم المتحدة، المجتمع المدني، المجتمع الدولي في تنظيم الاستجابة الوطنية وتضافر الجهود للوصول للقضاء على الإيدز بحلول 2030 كمشكلة تهدد الصحة العامة بإذن الله. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز بالقاهرة. شكرا جدا لحضراتكم. شكرا.